يا هلا أخي يزيد، تفضل. أنا عارف إنك إلى الحين زعلان علي يا أخوي. لا تقول أخوي، أخوي هذه كلمة كبيرة ما تعرف معناها. صدقني أنا عشت طول عمري وأنا ندمان. إيش بيفيدنا ندم؟ بيرجع لي عيالي ولا بيرد لهم عمرهم اللي ضاع؟ يحق لك مهما قلت لك إنك ما أنت براض عنه، لكن أرجوك سامحني يا أخوي. الله اللي سامح يا عبيد، الله اللي سامح، لكن أنا ما أقدر. طلبتك وأنا أخوك، أبي أموت وربي راضي عنه. الحين عرفت ربي؟ يوم حسيت إنك قربت تموت؟ أنت يا عبيد ضيعت الأمانة، وندمك هذا راح يستمر معاك لين ما تموت، لين ما تموت، لين ما تموت. يزيد يبا سلامات، ايش فيك يا يبا؟ الحمد لله. تعال ضيق الصدر. ما عليه ما عليه، تذكر بسم الله عليك. على هونك على هونك على هون، امسك الجدار من الناس. بسم الله. شوي على هونك على هونك، بسم الله. ما تشوف شغله، تك علي تك علي. هذا ايوه يا يبا يبا، ايش فيك؟ بالله عليك يبا ايش تحس فيه يبا؟ تعبان. بسم الله عليك، بسم الله. سلام يا يبا، سلام. اي شيل عمرك معي يبا، شيل عمرك ساعات يبا. يحفظ لك يبا. فارس هلا يبا. نمت اجل يا خلفهم؟ والله شوي خذاني النوم. طيب يلا، ايش جالسين ننتظر؟ خلنا نمشي. لا يبا، الدكتور قال لازم تقعد 24 ساعة، وتونا باقي الليل ان شاء الله. ولو مش يقول لي ساعة واحدة ما جلس، خلاص نبي نمشي. كلم الدكتور خلوه يعطينا ورقة نمشي. يلا تحرك، تبي اروح انا بدالك؟ لا لا، ارتاح ارتاح يابا، انا بكلمه، بس طول بالك.